إخوان المسلمون، هذه من الفرق المباينة لأهل السنة والجماعة، أصولهم تختلف مع أصول أهل السنة والجماعة، أصولهم تختلف مع يعني مثل الأشاعرة مثل المعتزلة، فليسوا في الجملة من أهل السنة والجماعة، ولذلك عندهم مخالفات. ولذلك من أصولهم ما ذكرناه سابقا عبارة حسن البنا، وهي أنه نجتمع فيما اجتمعنا عليه، يعني نتفق فيما اجتمعنا عليه، أو نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به، هذه من آكد أصولهم. ولذلك جمعت الصوفي مع الأشعري مع الليبرالي مع العلماني مع الرافضي، مع ما بقي أحد، ما بقي إلا إبليس يدخل معهم، حينئذ جمعت الكل. قل هذا كيف؟ هذا صار ذوبان، ليست عندنا فوارق. ولذلك هؤلاء ليس عندهم مبتدع أصلا، لا يوجد مبتدع. ولذلك بعضهم يقول سمعت، قل أعداء ثلاثة: الكفار والمنافقون والشيطان. أعداء المسلمين ثلاثة فقط: الكفار والشيطان والمنافق، بقي في رابع من؟ مبتدع. إذن إذا أسقطنا المبتدع، إذا ما صار أعداؤنا جهمية ولا الرافضة، انظر كيف دخل شيء كبير جدا. فأمر يعني الخلاف معهم خلاف جوهري أصلي، فالمنابذة تكون في عدادهم بالأشاعر ونحوهم. ولذلك عندهم التوحيد يفرق ولا يجمع، ومن ادعى أن التوحيد الدعوة إلى توحيد لا إله إلا الله يفرق ولا يجمع فهو كافر مرتد عن الإسلام، ولا يعذر بجهل. من قال هذه العبارة أن التوحيد يفرق نقول هذا كافر مرتد عن الإسلام، لأن هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، كيف يجهلون؟ أسس الدعوة السلفية قائمة على مفهوم لا إله إلا الله، فالمباينة والمفاصلة منذ أن خلق الله عز وجل بشر إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، إنما الخلاف في لا إله إلا الله، الخلاف إنما وقع في توحيد الألوهية، لا في توحيد الأسماء والصفات، ولا في توحيد الربوبية، ولا فيما يسمى بتوحيد الحاكمية. الخلاف لم يقع، إنما وقع في مفهوم لا إله إلا الله. فإذا قلنا الخلاف هذا أذبناه وجعلنا المسألة مندمجة بين الفريقين، ومن دعا إلى لا إله إلا الله بالمفهوم السلفي فرق بين الناس، صار مذموما ويحذر منه، خرج من الملة.